السلام ومرحبا بكم وين ما كنتم. باش نحكيو في فيديو اليوم على قرارات لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقي في النظر في طعن الترجي الرياضي التونسي ومشاركة شرارة بين الشك واليقين. حقيقة التحاق رامي كعيب بالترجي الرياضي التونسي زياد بريمة يمضي عقد مبدئي للنجم الساحلي فاروق الميموني قريب من النادي الصفاقسي. اكثر تفاصيل على الاخبار هذه باش تلقاوها معنا في الفيديو، تابعونا للاخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة. نظرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقي في مطلب استئناف الترجي الرياضي التونسي والمطالبة بتخفيف العقوبات. لجنة الانضباط ترفض استئناف الترجي شكلا ومضمونا وبالتالي الابقاء على نفس العقوبات اللي كانت اعلنت عليهم اللجنة في وقت سابق، حرمان الترجي من جماهير اللي 4 مباريات مع 2 مباريات يعني سورسي 300,000 دولار خطية مالية، وبالتالي الترجي الرياضي التونسي سيلعب غدا دون حضور جمهور. واصل الترجي الرياضي التونسي تحذيراته استعدادا لمواجهة الاهلي المصري غدا الجمعة بملعب رادس بداية من الساعة 8 ليلا في اطار ذهاب الدور النصف نهائي لمسابقة دوري ابطال افريقيا. ودخل فريق باب سويقة امس الاربعاء 10 مايو 2023 في تربص مغلق بمدينة الحمامات من اجل مواصلة التحذيرات، واجرى الفريق حصة تدريبية البارحة في نفس توقيت المباراة في ملعب رادس. وكان رئيس الترجي السيد حمد المدب حاضر لتحفيز اللاعبين من أجل نتيجة إيجابية تخليه يسافر للقاهرة بأريحية رغم عديد الغيابات اللي كنا حكينا عليها في فترة سابقة. شرارة اللي كان حاضر في تدريبات البارحة لن يكون متواجدا في المباراة في مواجهة الأهلي المصري، لأنه كما تعرفوا الناس كل أنه شرارة عنده مدة كبيرة بعيد على الميادين، الإطار الفني ما هوش مش يجازف باللاعب، لازم اللاعب يعني يدخل ويرجع لنسق المباريات بالتدريج، لأنه شرارة بعيد منذ فترة بسبب الإصابة اللي خلاته يعني تقريبا موسم كامل ما لعبش ولا مباراة مع الترجي الرياضي التونسي. الإطار الفني خير أنه يعني يحتفظ باللاعب، يخلي اللاعب يكمل التحذيرات اللازمة قبل الدخول في غمار المباريات. إن شاء الله في قادم المباريات نشوفه شرارة يدخل يعني تدريجيا في المباريات، ان شاء الله في قادم الجولات كما حكيت لكم نشوفوا شرارة يرجع مع الترجي الرياضي التونسي ويكون حل من الحلول لمدرب الفريق نبيل معلول. اليوم على الساعة 6 ندوة صحفية للمدرب نبيل معلول للحديث عن المواجهة المرتقبة، الساعة 7 ندوة صحفية لمدرب الاهلي كولر. اذا متابعينا الكرام هذه اخر اخبار الترجي قبل مباراة الاهلي المصري غدا ان شاء الله. في موضوع اخر تحدثت عليه بعض المواقع الاعلامية والإذاعية، رامي كعيب قريب من الترجي الرياضي التونسي. يكون رامي كعيب اللاعب اللي كما حكيت لكم تحدثوا عليه بعض المواقع التونسية. رامي كعيب هو لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 25 سنة، محترف يلعب كظهير أيسر في نادي إي سي إيرفن الهولندي، لعب مع منتخب السويد للشباب أقل من 19 عام قبل أن يتم استدعائه للمنتخب التونسي في عام 2022. هو ظهير أيسر كما حكيت لكم، وحسب ما أفاده هو الصحافي وليد قرفال اللي مقرب، تعرفوا الناس كل أنه مقرب من الترجي الرياضي التونسي، ينفي هذه الأخبار ويقول أنه الأخبار هذه مش وقتها، الترجي الرياضي التونسي وإدارة الفريق ما هيش قاعدة تفكر حاليا في موضوع الانتدابات. الخبر هذا كان خرجه موقع تونسي، وقال وليد كرفالة لا صحة للأخبار المتداولة عن قدوم أو عن مفاوضات مع هذا اللاعب بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. ربما في الميركاتو يعني فما حديث آخر، ولكن الوقت هذا الترجي عندها استحقاقات كبيرة قاعدة مركز عليها، البطولة الوطنية، رابطة الأبطال الإفريقية، وان شاء الله توجي الوقت اللي نجم نحكيه على ميركاتو الترجي وعلى الانتدابات الممكنة للترجي الرياضي التونسي، وكذلك عن ملف تجديد العقود بالنسبة لركائز الفريق. دامنا نحكيه وحكينا على موضوع الميركاتو، تحدثت عديد الأطراف وعديد الصفحات، خلينا نكون واضح
الفيسبوكية على اللاعب زياد بريمة مهاجم الترجي الرياضي التونسي عن إمضائه لعقد مبدئي مع النجم الساحلي. حدثوا كذلك على أن فاروق الميموني عنده عروض من النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي. الحاجة اللي نحب نأكدها أنه زياد بريمة والميموني حاليا مع الفريق باش يكونوا في القائمة متاع الفريق اللي مش تلعب ضد الأهلي المصري. ولا صحة لكل هذه الأخبار. بالنسبة لزياد بريمة العقد متاعه ينتهي مع الترجي جوان 2024 والميموني في جوان 2025، يعني قانونيا ما ينجموش يمضيوا عقد مبدئي مع أي فريق. وكل اللي تقال وكل اللي سمعتوه إشاعات وما عنده حتى علاقة يعني بالواقع. اللاعبين ما زالوا قاعدين يتدربوا مع الترجي، إن شاء الله نشوفوهم ياخذوا فرصة ويلعبوا ويثبتوا إمكانياتهم، وإذا كان يستحقوا يلعبوا في الترجي الرياضي التونسي فأكيد باش يواصلوا، وإذا ما يستحقوش أكيد تو يشوفوا يعني حل للموضوع هذا. ولكن نعاود ونأكد لكم أنه كل الأخبار المتداولة في الفترة الأخيرة خاصة عن إمضاء زياد بريمة لعقد مبدئي مع النجم الساحلي ليست بصحيحة. اللاعب كما قلت لكم يتدرب مع الترجي وحاضر في باش يكون حاضر في لقاء الأهلي المصري، وإن شاء الله يكون حل من حلول الهجوم للترجي. حكايات اللي قاعدة تحكى الضر ليس تنفع الفريق، كلها إشاعات مغرضة لبث البلبلة داخل الفريق. زياد بريمة وفاروق الميموني على ذمة الترجي 2024 و2025 موضوع ونسكره، لأنه برشا ناس تسألت وبرشا ناس حكيت على الموضوع هذا. إذا المتابعين الكرام هذه آخر الأخبار، وشكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.